مساء الفل. النهارده هنتكلم عن مسلسل موسى واعلان مسلسل موسى في اللينك تحت لاي حد يفتكر ان الفيديو ده فيك او حاجه. اعلان مسلسل موسى حاطط اللينك بتاعه تحت. الاعلان الثاني او الاعلان الرسمي، لما جيت اتكلمت على الاعلان الاولاني بالنسبه لي كنت شايفه عادي جدا، يعني كنت شايفه عادي، وفي ناس هجمتني قالت لي ده مش الرسمي يا جماعه، نزل على الام بي سي. اتمسح بعد كده بس نزل، وطالما نزل وعلى الام بي سي يبقى حاجه رسمي وش يعني. مش في صاروخ عدى جنبي بس ماشي. اللي انا عايز اقوله في الاعلان التاني بقى، لا المسلسل شكله حلو، المسلسل شكله جامد، شكله هو طالع يعني محمد رمضان طالع حاجه هيرو يعني، وهيبقى مختلف. انا بس وجهه نظري انه كان اللوك بس كان يتغير شويه، حته الصعيد دي عارف بسبب الاحداث بتاعته وانه في عصر قديم والكلام ده كله، ما اقدرش احدد منه قوي، ما اقدرش احدد يعني توقعاتي ان هو هيكسر الدنيا ولا لا، بس وجهة نظري هيكون من الثلاثه الاوائل. في شغل معمول فيه حلو، الاكشن ما بانش قوي، بس في نفس الوقت القصه واضح ان هي مختلفه عن محمد رمضان. شوف انا صريح، يعني في ناس طلعت بتقول لي ايه انت كده كده بتهاجمه حتى لو عمل حاجه حلوه، بالعكس يعني في فيديو هيجي عن محمد رمضان هتكلم بقى عنه باستفاضه لاي حد بيهاجمني ان انا بهاجمه، انا مش بهاجم، بس لما انت تعمل حاجه مختلفه وحلوه اكيد هقول. يعني مين قال انه احسن مسلسل في رمضان السنه اللي فاتت هو البرنس؟ انا مش عشان ان انا بمشي مع الموجه، بالعكس، لكن في نفس الوقت يعني ده الحقيقي وده اللي حصل، ان محمد رمضان واحمد زاهر وروجينا عملوا مسلسل جامد جدا، ومعهم محمد سامي المخرج طبعا. فانا وجهة نظري من الاعلان التاني لموسى، لا موسى شكله مسلسل جامد، وانتظروا حاجة جامدة، بس برضو الاعلان ما ادانيش الاحساس اللي هو هتبقى حاجة نقلة. خدوا بالكم يمكن بسبب حاجة، بسبب الناس الاغراب برضو صعيدة. تعرفين لو الناس الاغراب ما كانش صعيدة كان حاجة تانية، كان رمضان هو المنفرد، لكن المقارنات هتبقى كتير بين ده وده عشان صعيدة الاتنين، يعني عشان في جو الصعيد والكلام ده كله. خلينا نشوف، وزي ما قلت لكم دايما اللي كسبان او المستفاد من المواضيع دي كلها هو المشاهد، انه بيشوف عمل محترم وعمل كويس وعمل يليق بنجوم كبيره، سواء زاهر سواء كراره، السقا، رمضان، يحيى الفخراني عامل بلوى. انا من كتر جماله وهو 30 ثانيه، يعني عشان تعرفوا الموضوع مش بالكم، عامل 30 ثانيه اعلان. لا يحيى الفخراني لازم اشوفه، يحيى الفخراني يعني ممكن ما عملوش اصلا ريفيو او ما عملش فيديو عليه لان هو بره التقييم يحيى الفخراني. بس ده اللي عندي النهارده. لو اول مره بتشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي، سواء اللي عن رمضان او اغاني او مسلسلات. بس واشوفك على خير، سلام.